هذه التنظيمات هي في حقيقة الأمر واجهات وأدوات لدول وأنظمة تسخر كافة قطاعاتها وإمكاناتها العسكرية والمالية والفكرية للنيل من أمن دولنا واستقرارها واستمراريتها. أقولها بكل وضوح وصراحة، نحن مستهدفون في عقيدتنا، نحن مستهدفون في وطننا. أقول بكل وضوح وصراحة لعلمائنا الأجلاء ولطلبة علمنا ولدعاتنا وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولخطباء المساجد، دافعوا عن دينكم وكل شيء، دافعوا عن وطنكم، دافعوا عن أبنائكم، دافعوا عن الأجيال القادمة. يجب أن نرى عمل إيجابي ونستعمل كل وسائل العصر الحديثة في خدمة الإسلام، ونقول الحق ولا تأخذنا بالحق لومة لائم، فلنستعمل القنوات التلفزيونية ولنستعمل الانترنت، وأنتم كل وقت تقرؤون وترون ماذا فيه. أرجوكم من الله عز وجل السداد والتوفيق.